لتفاصيل أكثر والتحليل حول هذا الموضوع معنا الآن من بيروت سعد كيوان، صحفي ومحلل سياسي. أستاذ سعد، بعد التحية أبدأ معك. وفق إعلان الرئاسة الروسية، العمل العسكري في إدلب ليس مستبعدا، إلا أنه لن يكون في الوقت الراهن. برأيك ما الذي يحول بين روسيا والعمل العسكري اليوم في إدلب؟ اولا دعني اقول، يعني وانا اسمع يعني هذا التفاصيل، هذا الخبر، انه ما قاله بوتين يعني الحقيقه وكانه يتكلم عن عالم اخر سريالي. يعني كل ما يقوله ما يتعلق في سوريا هو فعلا في غير يعني في واقع اخر. اين هو كل هذا الكلام عن يعني الوضع المستتب في سوريا وعن دور النظام وعن النظام الذي لا يعرقل التشكيل اللجنة الدستورية والنظام وإلى آخره. يعني خليني دعني أقول أن هذا التصريح هو بتقديري يعني لبوتين في بكين هو فقط من باب يمكن الرد على سؤال طرح عليه خلال المؤتمر الصحفي، وهو من باب فقط رفع العتب، لأنه في نفس الوقت هو يجيب نفسه ويقول أنه هذا الوقت ليس الآن مناسبا لمثل هذه العملية. إذن ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أوكي، بالتوصيف الواقع صحيح، هذا الواقع في إدلب، هناك قوى مسلحة، هناك عناصر إرهابية، هناك النصرة وإلى آخره، ولكن يعني هذا الموقع الأخير، المعقل الأخير والأهم الذي ما زال خارج سيطرة النظام وخارج سيطرة القوات الروسية في شمال سوريا، وبالتالي هو أيضا هناك تواجد كمان أساسي لقوى المعارضة. بالتالي يعني ما قاله بوتين هو نوع من بتقديري فقط من باب رفع العتب، وعلى العكس بتقديري يعكس أيضا عجز، يعني عجز الإدارة القيادة الروسية عن التقدم ولو يعني خطوة إلى الأمام باتجاه يعني أي تسوية للوضع. يعني في الحقيقة هنا يأتي السؤال البديهي والبسيط أستاذ سعد، يعني الحديث يدور عن هجوم ثاني يستهدف قاعدة حميميم اليوم، وهذا ما يدفع للسؤال في الحقيقة. يعني رغم عدم التزام تركيا ببنود اتفاق المنطقة منزوعة السلاح، برأيك ما الذي يدفع حتى اللحظة للتمسك بهذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق يا عزيزي هو يعني كالاتفاقات السابقة هو مجرد تعبير غير مباشر عن عجز كل الأطراف المعنية في التقدم باتجاه يعني سواء الحسم العسكري أو باتجاه يعني إيجاد حل سياسي. هذا يعني نوع المراوحة، هي العجز الذي يمنع أن يتم يعني الحسم باتجاه أو بآخر. ودليل على ذلك أنه هذا الكلام اليوم اللي هو نفسه بوتين قال في نفس التصريح وفي نفس التعليق أنه هو الوقت غير مناسب. يعني بتقديري هو يعني عمليا يقول أنه نحن يعني لم نعد بشكل أو بآخر لم نعد قادرين على التقدم. وبالتالي الاجتماع الثلاثي في أستانا، أريد أن ألفت إلى هذا الأمر اللي في أول أمس يعني الجمعة، كان يعني عمليا أيضا أعلن فشله هذا اللقاء الثلاثي. يعني ماذا يعني أن تجتمع يعني موسكو وطهران وأنقرة لتقرر يعني عن مصير السوريين وسوريا؟ يعني هذا أولا. ثانيا يعني هذه اللجنة أو هذا الثلاثي الذي يجتمع منذ أشهر وسنوات، سنة وسنة ثلاثة يجتمع في أستانا، هو كان فقط من باب تحييد يعني الاستئثار بالحل من قبل روسيا وبالتالي فرض حل معين. هذا الأمر لم يحصل ولن يحصل. والعودة أول أمس من أستانا بقرار بيان الذي صدر والقال نذهب إلى جنيف ونعود إلى القرار 2022-54 صادر عن الأمم المتحدة وفي جنيف، يعني أنه هذا الأمر أنه لا يمكن تركيب أي تسوية أو أي بدء أي حط أي حل على السكة من دون مشاركة يعني أطراف أساسية في الصراع وعلى رأسها من الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة هي يعني تلعب من بعيد تتفرج، ولكنها هي التي يعني تمسك خيوط الأمور. بالمقابل هناك أيضا أطراف أيضا في المعارضة السورية وأطراف في المنطقة والإقليم معنية أيضا في هذه الأزمة. الأزمة ليست أنه انتهى كل شيء في سوريا واستعاد الأمن وستب الأمر وبالتالي خلونا نبحث عن تسوية يعني شكلية تبقى النظام يعني على رجليه. طيب. لا، هذا أبدا. يعني على العكس، هذا المحور الموانع على زيادة عن بشار الأسد هو أيضا في أزمة اليوم.
من ابتداء من طهران مرورا بحزب الله في لبنان وانتهاء بموسكو التي هي موسكو طبعا وضعها مختلف وهي تقف في موقع وسطي خلينا نقول بين يعني الأطراف النزاع. شكرا، أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات ضيفنا من بيروت سعد كيوان صحفي ومحلل سياسي.